سيف، اهلا فيكي. اهلا، واكيد مثل ما شايفين زميلي سامي عم بيساعدني بهالحلقه. اهلا وسهلا فيكم كلكم جميعا. اهلا ميرسي. هاي انا فاجأتوني، جيتوا لعندي ما عارف انه في صريخ لانك استاذ يوسف عايتا. يمكن هلا بده يصير في غيره بينك وبينه لانه زيت المصلحه. لا والله حضرتك ضاحك الليل وهو كمان صرخ النكته اسمه. بالعكس، تعرفي انا من الناس اللي بحب شجع المواهب. صح، المدفونه بهالناس. مبتدئ فيها استاذ الي مخضرم فيها، ونحن بناخذ منه المعطي. الله يخليك. الله يحفظك استاذ يوسف عايتا. يوسف عايتا، اهلا وسهلا حبيبي. يعني اكيد لازم تكون سامع في استاذ الي. لا سامع بالعايطة بس بيوسف لا. طيب استاذ الي، هلا بدي منك نكتة صغيرة لنرجع نكفي حديثنا. يعني ما بعرف اذا ببلش خينا يوسف تنشوف نكته كيف بيكون. ما عليه استاذ الي، هلا بما انه حضرتك انا كبير السن اكثر من استاذ يوسف عايطة، بنبلش مع حضرتك بعدين بنرجع بننتقل لاستاذ. يعني الحقيقه انا رح اخبرك عن نكت اللي انا عاملهم مثلا. بتعرفي بالنسبه للغلب لبنان وهيك شيء، في كم نكته مثلا معمولين عن الوضع بلبنان، عرفتي كيف؟ مثلا هالمره سكران مطفي، فات على سوبر ماركت، بتعرفي السوبر ماركت سكران ومطفي، صار عنده قال له مرحبا خيي حبيب قلبي، قال له هلين تفضل وحياتك عندك ويسكي؟ قال له خي عنا، قال له عندك ليمون؟ قال له خي عنا، نحن سوبر ماركت. صباح الخير. ليه دخلك هيك؟ لا استاذ سامي هو استاذ سامي لا بس عم بتطلع فيه بكفي معلش. فقال لهم سكران مطفي. بس يعني وقت عم بطلع فيه هيك انا عم ضلني عم بروح عم بروح عم بروح عم ضلني نقزين منه. سكران مطفي معلش، سكران مطفي فات. اذا بتعملوا لها كات هيدي بنرجع بنكمل بتطلع اجمل نكته. فوت هلا؟ طيب يلا تفضل. سكران مطفي فات على سوبر ماركت، وصل لعند البياع قال له مرحبا خي حبيب قلبي، قال له اهلين تفضل الامور، قال له حياتك استاذ عندك ويسكي؟ قال له اي خي في سوبر ماركت، قال له عندك سرعات؟ قال له معلوم في، قال له عندك دخان؟ قال له معلوم في خي سوبر ماركت، قال له عندك صمون في مي؟ قال له معلوم في، قال له نيالك نحن ما عندنا شيء. حلو حلوة. طيب استاذ يوسف، لا هي نوع من الحكاية بس انه على الوضع انه قال له نيالك نحن ما عندنا شيء. مرة قال واحد قاطع الطريق تفركش جاي على ظهره. شوف في نكت هيك، عرف كيف؟ بضحكوا اكثر من نكت تبقى الحقيقه. مثل هيدي بدي خبرك جاي نكت هذا الزلمه. الواحد راح تعيش لي خاص مريعة جاب فجل. لا هي حلوه، هي احلى من هذه. تفضل. في خبر نكت انا؟ ايه تفضل. على هالمستوى يعني بدك اياه؟ لا حلوين هي الحقيقه. ايه هذا الزلمه شاب شاب صاحبه، قال له حبيب قلبي بدي صار لي ما شفتك خي سامي تقبرني، لقطه نزل فيه تبويز خيي عم بيجرني راح يموت. ليه قولك عم بيجرني استاذ سامي؟ ما عارف طبعه هيك بعتقدر انا، ما وقع بكره وقتها. لا بس هيك طبعه كيف كان مهضوم معك معي كيف طارق العبسه. لا انه نكته مهضومه تضحك عليها بقى هذه. لانه نكته مهضومه طبيعي. الف واحد شاف شاب صاحبه قال له مرحبا خي حبيب قلبي، صار له 15 سنه ما شافه، لقط غمر طابرني خي حبيبي خي سامي طابرني شو اشتقت لك، شو هالغايب؟ قال له 15 سنة ما شفنا بعضنا ايام هداك. قال له حبيب قلبي تقبرني انا كمان اشتقت لك، قال له ست لي اسمي ما هيك؟ قال له والله يعني ما تاخذني، قال له ولو اسمي جورج ابيض، قال له تقبرني كنت ناسي اللون. طيب هذا طلع بالاسانسير بدل ما يكبس على الثالث كبس على السادس.
هاخد بالكم يا عماتو. بس لازم يكونوا بقيتوا بالثالث حتى تظبط عليك. عصير مطار. اه مطار. هاي هي. مهضومين. سوري اخذني له من دوره. تفضل. اتفتحت بالنكت. ما بعرف اذا بس استاذ يوسف نكته مهضومين بتاعته من الضحك بدل ما يكبس على السادس كبس على الثالث قصير ما بيطال قصير ايه نرجع لك استاذ ايليا ايه اهلا خبرني شوي مين بيكتب لك المونولوج بالحقيقه في كثير شعار بس انا اكثر شيء عم بتعمل مع شاعر بالحقيقه صار لي زمان عم بتعمل انا وياه شاعر كبير واليوم شعر المونولوج من اصعب اصعب الكتابه عم بتعامل اكثر شيء مع الشاعر سمير نخله هلا عامل لي غنيه كثير مهضومه عن النواب استاذ سامي حلو حلو كثير ان شاء الله يا رب نقشع لان بتعرف شكلك هيك بيوحي شو بتقول؟ بتقول امبارح دق علي مرشح قال بدكم تنتخبوني جايب لي تفاح موشح وبصل ابيض للموني قال بكره بعمل نايب وراح بتشوفوا العجايب قلت له مجرب وتاب يا ما قبلك وعدوني قال بده يذف الطرقات ما في عليها جنس الزفت وبده يخلي السيارات ما تمشي الا على الزفت قال مش رح اخلي ولا جوره بهالطرقات المحفوره عشان بتنتخبوني صدقت وعلقت الصوره على شبابيكي وعبوابي انتخبت وطبعت الصوره على قمصاني وعتيابي رحت لعنده تهني اسمي بطل سامع فيه البادي جاردي ضربوني هلا كمان عملت وحده على سيره الاستاذ هذا التشتي قال لي قوم استحمي بما انه هو عمل بالحمام كان عامل وحده قال لا هو جاي الوحي هو بالحمام بس انه عمل غنيه كمان عن الحمام يلا شو بتقول؟ انا عملت بقول فيها التشتي قال لي قوم استحمي التشتي قال لي قوم استحمي التشتي قال لي قوم استحمي التشتي قال قوم استحمي التشتي مصريه ايه على وزن مصري كمان عامل غنيه جديده كثير مهضومه من كلمات الشاعر استاذ ما شايف في شيء بضحك انا اللي عم بقوله لو ما في شيء بضحك بس ما بعرف انت مثل كانك وقفنا شوية التصوير ما عم تحكي شيء هيك ضحكني يعني بس ليش هيك انت مثل كانك شامم جريحة كرها لا بس هو هيك موديلي هيك بكره لا هلا كان عم يضحك لك على نكته هو قال شيء مهضوم استاذ يوسف قال شيء مهضوم بضحك واحد راح يسأل عن شخص اسمه نجيب دق الباب فتح له قال له فرح موجود دخيلك ضل خبره نقعد له الاستاذ سامي مهضوم مضبوط مهضوم ليه بتجيبه نعم مهضوم كثير ايه حدا بيكتب لك اني ولا انت؟ لا مني انا فكرك هون بس كثير مهضومين كثير مهضومين في شيء بيطلع وبينزل بقلبه في شيء اخضر شو هو؟ كيف؟ اسانسير في خسه هلا هاي نكتة حلوة اسانسير في خاسر ايه تفضل نكتة مهضومة كثير كنا عم نحكي عن طشت استحمي ما بعرف لا خلصت هيدي تفضل في احكي استحمي بعد في الحياة جايين هلا مضبوط عم تصوروا ولا انه هاي المقابلة يعني ولا جايين تستفزوني ولا كيف؟ لا ليش عم بتقول جايين؟ لا لا ما بعرف استاذ سامي شايفه ما بعرف طلع فيه بالمرمى هو هيك موديل هو بده يكون برجي كيف مدير اعماله للاستاذ يوسف بدك اياني يضحك على شيء ما بضحكنا؟ لا بس انه انا قلت برجي يعني حابب تدعمه على حساب ناس ثانية انا بضحك اذا شغلي مهضومة بضحك يعني اه ايه مضبوط استاذ يوسف اللي عم بقوله كثير مهضوم هيدي اهم شيء هذا انا اكثر شيء حبيت هيدي تبع الاسانسير مهضوم كثير مهضوم بس استاذ يوسف بدي اشوف النكته اللي بتضحكك اوكي ايه رح هيدي بدي اخبرك اياها بدي اشوف نسمة الاشرفيه فوتني وروزماري هات لفوتني بنبلش فيها دغري على الكاميرا وبتخبروا اياها لاستاذ سامي اوكي يلا استاذ ربيع هدوليك بدك تمحيهم بس ايه خلص لان بومفل انا ما ب... مش مضبوطه المقابله كلها يعني يلا بنبلش يلا استاذ الي خليها هيك شوي ضحك الله يخليك ايه الف الدنيا عبد الله الروزماري انت مش معقوله هي دبلومينا شو بتحكي عن الناس شو بتحكي عن الناس امبارح كنت انا وياه على البحر عم نعمل برونزاج عم نتشمس على سان جورج
بدك تصور يخرب زواد ما حكيت على الناس اسمر لسانها. استاذ يوسف يلا نكتم منك. في ثلاثة رايحين على البحر رجعوا اثنين. طب الظاهر غرق، الظاهر غرق التالي. مش معقول. هذا نكتة درامية بس يا دراما. مش معقول شو دراما مظبوط. أنت بألفهم؟ أنا كله يا مش معقول شو موضوع؟ أخيراً خليك عم خليك عم تخبر يا أستاذ سامي نكتة شو بضحك سنه. خبرنا أستاذ إلي بعد شو نكتة. ليك كيف عم بضحك سنه. هذا جماعة ما تغزوني أنا بدي ما لا لحظة شوي ليه؟ أنا ممنونك أستاذ يوسف الله يخليك أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله تكونوا عملتوا لهم قهوة. لحظة اقعد شوي. شو اقعد شوي؟ لوين قايم؟ ما أنا هالمقابلة كلها ما حبيتها معلش ما تغزوني إذا لا اسمع هاي مهضومة واحد راح تعيشها على نص درجة بازيلا. لا بدي بضحك كثير مهضوم كثير مهضوم كثير اشياء حلوه بدك تروق اعصابك ونبلش بمقابله عن جديد يا اختي انا اكيد انه ما بعرف في شيء عم تركبوا علي شيء فيلم يعني ما في شيء عم ملاحظ انا شو ما في شيء عم تركب ملائكه استاذ سامي كيف هو كانه ام محمه عشبومه شكله غوريلا والعوازن غوريلا اخي الله يخليكم بلا هالمقابله بترجاكم يا اذا بتريدوا اذا بتريدوا يا دمازيل ما بدي هالمقابله بقى يا اختي خلص ما شايفك كيف هو عامل هو شكله هيك شكله هيك بس ما يجي انت اكيد جايين تركبوا فيلم علي شو جايبين لي يوسف مدري شو وكل ما يخبروا نكته لك حاجه تعيطي انت وياه بقى خبرنا خلي يخبرنا شو نكته خلي يخبر ما بعرف انه انا ممنون عينك صارت تخبير خلي النكت له اذا بتريدوا ممنونين عينك خلص بقى خلوا عني لحظه استاذ ايلي شو هذا استاذ ايلي خلص اذا بتريدوا خلص اذا بتريدوا اهلا وسهلا فيكم ما بدي اعمل مقابله حدا قال له معي شيء قال في واحد راح طيب مقابله ما خلوه يعمل إذا بتريدوا إذا بتعملوا معروف هالمقابلة ما بدنا إياها خي وقف لي المقابلة إذا بتريد وقف لي الكاميرا خي اعطيني إياها